يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل أصل ماله من حرام، حيث كانت تجارته عن طريق بيع المخدرات، وقد تاب الآن، فماذا يفعل بأمواله؟ تخلص منها، تخلص منها، يضعها في مشروع، في مشروع عام ويتخلص منها، ما دام أصلها حرام يضعها في مشروع عام ينتفع به وهو يتخلص منها ويطلب الرزق من الله عز وجل في غيرها. نعم.